فهو كيعطي كاين تعيينات وبالتالي كاين اتفاق لا يمكن انه نتفقوا ومن بعد نوليو كان حنا توعدنا انه في بدايه كان في فيفري انه يوقع رئيس الحكومه فاذا حل الباب شهر خمسه بيانتو شهر سته ما كاين والو سبع العطله الحكوميه والعطله والناس فهمتيني لا يعني لو كنا شادين في حنا كممكن يعني الصحه مستعدين نبذلوا الغالي والنفيس وماشي نفاقا ولا سميتو وباش نخدموا ونكونوا لانه الضمان ضمان الاستقرار المهني الصحه فلا بد انه يعطي ويعطي ويعطي. شكرا. اذا المطالب ديالكم هي غير ماديه. ماشي غير ماشي ماديه. باش تكون الامور واضحه. كاين واحد الشق مادي الذي تم التفق عليه مع الطرف مع وزاره الصحه بالنسبه للممرضين. نحن ننكروا لانه حقهم هذا كنقولوا انا سميتو حقهم وكاين مسائل اخرى غير ماديه. صفه الموظف عمومي تم الاتفاق عليه يجب ان لا تنزع وبالتالي الا ما كان شاك فانهم يجيبوا ناس اخرين اللي يخدموا انا كنقولها من صفه الموظف عمومي انا خدمت 2000 طرف موظف ماشي اخر يا ماشي نولي حاجه اخرى حنا بغينا سينياليزا تكتب موظف عمومي موظف عمومي والثاني نفقات موظفين تكون من باب نفقات ميزانيه الدوله عندي غير واحد السؤال وبغيتك تكون معايا صريح وانت في هذا القطاع واش حنا مهيئين كقطاع الصحه لكاس العالم؟ شوف الحمد لله المغاربه قطاع الصحه في المغرب انت عارف كيداير انا غنجاوبك بلا انا غنجاوبك بدون سميتو حنا المغاربه الحمد لله يمكننا نحفروا الجبال نحفروا كل شيء خاص الاهتمام بالموارد البشريه حيت اللي غادي يهمني اللي غادي يقاد لك قطاع الصحه راه ماشي الحلول ماشي امكانيات بشريه اللي غيخدم خاص يدير الواجب ديالو التحفز والتحفيزات ما يقع في قطاع الصحه وحنا مجهزين احنا مجهزين من غير الحمد لله الموارد البشريه احنا مجهزين باقا السنين السنين يمكن نجهزوا ولكن التجهيز راه ماشي هو الماتيريال اللي غيخدم ماتيريال العنصر البشري العنصر البشري الناس نهضروا على الجابون نهضروا على الدول الكبيره العنصر البشري هو الذي ولد الامور الاخرى اما البنايات راه شكون كيبني هذه البنايات الموارد البشريه هو كنعطيو والفلوس كيجيبوا الامكانيات ولا يخدم الامكانيات باش انه يضحي معاك شكرا الله يبارك فيك. اذا مشاهدي قناه شوف تفاح فاحنا كنتواجدوا امام المديريه الجهويه للصحه بمدينه الدار البيضاء. انا الطريقه اللي وزاره الصحه كتعامل بها الموظفين ديالها لان حنا رجعنا بحال سلعه الشراء وتباعد الشراء مع اننا عندنا كرامه ديالنا وخدامين مده في وزاره الصحه ودائما كان عندنا الحقوق ديالنا وداك الشيء بغينا هذه الحقوق تبقى مستمره ودائما الكيان وزاره الصحه بالاطر ديالها الصحيه يكون عندهم قيمه ودافع عليهم ومن بين المطالب ديالنا ان هاد جيستي ما عرفناش شنو المتوقع منه لحد الان بغينا يبينوا لنا غير هاد جيستي شنو هو هادشي اللي بغينا يكون هادشي واضح في التيران باش نعرفوا حنايا شنو هما الحقوق اللي غيتسالوا لنا واش غننتهكوا في الحقوق ديالنا ولا حنا جيستي صالح ديالنا هما يعطونا غير واحد راي توضيحي بالمحتوى جيستي وبس. شكرا. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي فالصورة أمامكم من أمام المديرية الجهوية للصحة جهة الدار البيضاء سطات هناك ممرضين وأطباء المطالب هي ماشي مطالب مادية صرفة ولكن هناك أمور أخرى تتعلق بهذا القطاع السؤال المطروح والسؤال الجوهري بالنسبة لك نحن كمواطنين واش عندنا قطاع صحة مهيكل؟ واش عندنا قطاع صحة اللي كينافس بعض البلدان المتقدمة؟ لأن أهم قطاعين في أي دولة قطاع الصحة وقطاع التعليم.
حنا هاد القطاعين المهمين هما اللي ما عندناش في المغرب، وهذا واقع حنا كنعيشوا، لان غير يوم امس او اليوم عفوا كانت وقفه احتجاجيه امام محكمه الاستئناف، والسبب هما ناس ضاع لهم البصر ديالهم بسبب خطا حسب القول ديالهم، ضاع لهم البصر ديالهم. كذلك يوم امس كانت وقفة احتجاجية ديال الناس اللي كيطالبوا بالتعجيل، لأن هناك ناس مرضى مرض مزمن، والغريب في الأمر أنهم كيعطيهم موعد ديال 6 شهور 7 شهور واش المرض غادي ينتظر المريض أنه يصبر. قطع الصحة في المغرب كارثي بمعنى المقاييس. هادشي علاش كان عندي سؤال مباشر الطبيب اللي عطى الكلمة ديالو، واش حنا جاهزين لكأس العالم؟ واش حنا عندنا قطاع الصحة للأسف؟ صافي حيدو حيدو الله يعاون. شريف راه مشيو كاملين، شوف راه مشيو كاملين وبقاو نتوما غوتوا راسكم. إذن غادي نوصلوا لنهاية المباشر تبارك الله عليكم، لأن للأسف ما كيعرفش يتكلم، ما كيعرفش يتعامل للأسف.